الذهب والتراب. يحكى أن أخوين أرادا أن يتقاسما ثروة أبيهما بعد وفاته، فاختار الصغير الذهب وأخذ الكبير الأرض. بعد مدة من الزمن جاء الأخ الصغير حزينا فقد أنفق كل الذهب، وقال لأخيه: ما بقي معي من الذهب شيء. أخرج الأخ الكبير كيسا وقال: أترى هذا الذهب؟ إنه من تراب الأرض، في كل مرة أزرع أرضي وأعتني بها أحصل على المال، فأشتري ما يلزم من ملابس وطعام وأحتفظ بما يتبقى. ندم الأخ الصغير، لكن أخاه شجعه على العمل في الأرض وقال له: هيا نعمل ونكسب رزقنا الكريم من أرضنا الطيبة. الأفكار الرئيسية الواردة في الدرس: أولا، أن الإنسان قد يطمع فيظن أن المال والذهب هو الذي يجلب السعادة. ثانيا، ضرورة القناعة وعدم التبذير والإسراف في إنفاق المال. ثالثا، بيان أهمية الزراعة والعناية بالأرض لأنها مصدر الحصول المستمر للمال. السؤال الأول: أقرأ هذه الفقرة قراءة معبرة. أحسنتم. أترى هذا الذهب؟ إنه من تراب الأرض. السؤال الثاني: أصل ما في العمود ألف بما يناسبه في العمود باء. هيا يا أبطال. الشخص الذي لديه مال كثير. أحسنتم. هو الغني. الشخص الذي ليس لديه مال. ممتاز. هو الفقير. الاحتفاظ بالمال لوقت الحاجة. رائع. هو التوفير. إنفاق المال في أشياء لا حاجة إليها. أحسنتم. هو الإسراف. ألاحظ الفرق في المعنى بين ما تحته خط: تقاسم الأخوان ثروة أبيهما بعد وفاته، تأخر الرجل عن الموعد وفاته القطار. أحسنتم. تعني الأولى موت أبيهما، وتعني في الجملة الثانية ذهب موعد القطار. أضع دائرة حول ضد الكلمة في الجملة المقابلة: أزرع أرضي وأعتني بها ضد كلمة أهمل. أحسنتم. أعتني. أشتري ما يلزم من ملابس ضد كلمة أبيع. جيد. أشتري. أخرج الأخ الكبير كيسا ضد كلمة أدخل. رائع. أحسنتم. أخرج.